الله معكم. سنة 1694 إجا ثلاث شباب موارني من حلب على وادي النوبين لعند البطرك الدويهي يلي الكنيسة هلأ عم تدرس له دعوة تطويبه وإعلان قداسته، وقالوا له نحن حابين ننظم الحياة الرهبانية بجبل لبنان لبل نأسس حياة رهبانية نظامية. قال لهم أنتوا قادرين تعيشوا بهالمنطقة هيدي وتتحملوا شقينا وفقرنا؟ أنتوا عارفين لوين جايين؟ أنتوا جايين على منطقة ما بتنتهي فيها الحروب، الحروب الحروب الفقر الشقة، هيدي مصايب كانت تعيشها البشرية من البداية وبعدها عم بتعيشها. بهالمنطقة بالذات نحن عايشين على فوهة بركان، عطول سفينة ماشية عم تبحر بهالبحر الهايج، عواصف من كل محل وزوابع، ولكن ما ننسى انه ربان السفينة هو يسوع المسيح، مشان هيك هالسفينة ما رح تغرق. نحن اليوم عنا إرث كتير مهم بحضارتنا، هو الإرث الفينيقي. ما ننسى انه حضريا نحن كنا نؤمن بأسطورة الطائر الفينيق يلي بينتفض من تحت الرماد، ولكن نحن مسيحيا منآمن بالقيامة، قيامة يسوع المسيح وانتصاره على الموت وعلى الشر. نحن أولاد القيامة ونحن أولاد الرجاء. صوته بعده صارخ: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم السماوي قد أعد لكم الملكوت. ما تخاف أيها المواطن اللبناني، ما تخاف أيها المسيحي، لأنه إلهك معك، لأنه إلهك بحبك وحدك وبده خلاصك. ما تخاف أيها الشعب اللبناني، لأنه سيدة لبنان حميتك. ما تخاف لأنه في بلبنان حريصة وفي بلبنان عناية. ما تخاف لأنك أنت ابن الرجاء. خافوا من يقتل الروح ولا تخافوا من يقتل الجسد، هيدا كلام يسوع. الكورونا الحقيقية يلي لازم نخاف منها هي كورونا الخطية. الإفلاس الحقيقي يلي بدنا نخاف منه هو إفلاس المبادئ والقيم والأخلاق، وهون نحن عطول منتكل على العناية الإلهية يلي هي بتعرف كل تفاصيلنا وكل مخاوفنا وكل هواجسنا وكل قلقنا واضطرابنا، ومن الطبيعي أنه يصير فينا هيك. ولكن ما ننسى أنه نحن أبناء ثورة يسوع المسيح، ثورة الإنجيل، ثورة الحب. قال طوباوي يعقوب الكبوشي مرة أنه لو أفلست كل مصارف العالم فإن مصرف العناية الإلهية لن يفلس أبدا. أمين.